أكد رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة أن الجامعة تواصل حراكها التطورية في محاور مختلفة كالارتقاء بالبنية التحتية وتحسين البيئة الأكاديمية وتنشيط البيئة البحثية والدخول في شراكات أعمق مع مؤسسات المجتمع كافة، حيث عرض رئيس جامعة البحرين في هذا السياق الخطة التطويرية لعام 2016 حتى 2021، كما حث أعضاء هيئة التدريس والأساتذة على مضاعفة الجهود لجعل جامعة البحرين في الموقع الذي تستحقه إقليميا وعالميا. يذكر أن الدكتور حمزة أعلن أن الجامعة انضمت إلى القوائم العالمية لتصنيف الجامعات الخضراء، حيث احتلت المركز السابع عربيا نظرا إلى مبادراتها وجهودها في هذا المجال. تعرفون أن الآن وصلنا إلى أعداد كبيرة، أعداد تصل إلى حوالي 26 ألف طالب وطالبة. هذا يضع هناك ضغط كبير على المرافق الموجودة، وعليه يعني يتطلب منا احنا في إدارة الجامعة أن نجد هذه الحلول لكيفية خلق بيئة متميزة للطلاب لأن تكون دراستهم مريحة، دراستهم ممكن يبدعون فيها في جو قابل للإبداع، ونحن في انتظار الكليات تأتينا ببعض الأمور الخاصة باستحداث برامج جديدة على مستوى البكالوريوس واستقطاب أعضاء هيئة التدريس لهذه البرامج، وطبعا عملية حتى يعني استحداث البرامج راح تكون هناك آلية، هذه البرامج لابد أن يكون معها دراسات للجدوى تبين لماذا نستحدث هذا البرنامج، ما هي الإضافة لهذا البرنامج.